إليكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قوات سلطات الأسد تستهدف بالمدفعية محيط بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي وقرى سهل الغاب بريف حماة الغربي. وزارة التعليم العالي في سلطة الأسد تصدر قراراً يقضي بدفع 20 دولاراً للتأكد من صحة أي وثيقة جامعية صادرة عن الجامعات السورية. نقيب صيادلة دمشق التابع لسلطة الأسد حسن ديروان يقول إن 75% من حليب الأطفال مفقود، ودائماً هناك حالة من التوفر والقطع لأصناف الحليب. مقتل الشاب إبراهيم عواد الزعبي وإصابة عمران عدنان الكردي نتيجة استهدافهما برصاص مسلحين مجهولين في بلدة المسيفرة شرقية درعا وفق مراسل حلب اليوم. الأمن التركي يلقي القبض على المشتبه به بمقتل الطفلة السورية غينا مرجميك ذات 9 أعوام بعد اختفائها منذ يومين أثناء عودتها من المدرسة في ولاية كيلس جنوب تركيا. ريال مدريد يضرب موعداً مع أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على غريمه التقليدي برشلونة في الكامب نو 4 أهداف مقابل لا شيء.